عرفانا لالتزامه الدائم بتثمين الحوار بين الثقافات وإسهاماته على مدى 30 سنة في ترقية الثقافة العربية الإسلامية، المفكر والوزير الجزائري السابق مصطفى شريف يعتلي منصة التكريم ويظفر بجائزة اليونسكو الشارقة للثقافة العربية 2013 مناصفة مع المعهد العربي البريطاني للمملكة المتحدة. يبحث دائما عن الأصل وجذور الثقافة العربية وفي نفس الوقت هو عصري لأنه يؤمن بالامتداد نحو العالمية. مفكر أستاذ باحث ومؤلف للعديد من الإصدارات القيمة ذات الصلة بالثقافة الفكرة التربية وكذا الحوار ما بين الحضارات، جامع لأمهات القضايا المتعلقة بالحضارة الإسلامية وعصرها الذهبي. هو مصطفى شريف الذي استحق اليوم وقفة عرفان وتقدير. هذا فخر لي ولبلدي الجزائر المشهود لها بانفتاحها على الحوار والمعرفة المتبادلة، لأن في اعتقادي الجهل مصدر كل المعضلات. هذه الجائزة وفي دوراتها 11 تتألق مرة أخرى بكوكبة من حضور العربي المثقف وبقامة ثقافية عربية. هذه الدورة من الجزائر، هذا البلد الذي تربطنا معه كدولة الإمارات العربية المتحدة علاقات أخوية متينة. بعد منحها للروائي الراحل الطاهر والطار سنة 2005، تعود جائزة اليونسكو الشارقة من جديد لتختار اسما جزائريا كان مرشحا من بين 35 ممثلين ل17 بلدا.